حلاوة الدوري بهذا الموسم أنت ما تعرف نتائج الفرق، يعني مثلا بالبداية فرق فازت 3 مباريات متتالية، بعدها بالدور الرابع والخامس والسادس خسر مرتين، تعادل النوب خسر، يجيك فريق بالبداية يفوز وراها يخسر، بالبداية يخسر وراها يفوز، هاي حلاوة الدوري. النادي النفط بعد فوز على الشرطة، يعني كل اللاعبين عادوا ثقتهم بنفسهم، يمتلكون كادر تدريبي رائع جدا متمثل بالكابتن القدير باسم قاسم اللي خبرته واسعة جدا بالمنتخبات وبالأندية الجماهيرية وصاحب إنجاز كبير، وخاصة بالمباريات الصعبة والحساسة اللي أقصد بها مثلا مباراة الشرطة اللي فاز بها 1-0، كذلك هاي المباراة خارج أرضه بالكوت مع فريق نفط البصرة المتذبذب بالنتائج، لعبتين يخسر لعبة يفوز تعادل وهكذا. فاليوم أكد حقيته بالكرة العراقية. أيضا باسم قاسم من الشخصيات اللي يعرف يفرض شخصيته وفكره التدريبي على اللاعبين. أنا شفت النادي النفط عدة مباريات بالبداية يقدم مستويات عالية جدا، بعض المباريات خسرها لكن ما يستحقها حقيقة، لكن اليوم أكد اليوم للكرة العراقية أنه نادي النفط من الأندية الراقية واللي تمتلك لاعبين جيدين بإمكانهم يغيرون واقع الكرة النفطية، وخاصة يمتلكون هيئة إدارية رائعة جدا.